مرحبا، اليوم رح احكي عن الانيميا اي فقر الدم. بكل نقطة دم في ملايين من خلايا الدم الحمراء اللي دورهم مع الهيموغلوبين بيجيبوا الاكسجين من الرواية وبيوزعوها على كامل الجسم، وبيرجعوا بياخذوا سي او 2 على الرواية. اذا نزل العدد عن المستوى بصير معكم فقر دم. اهم الاسباب هني نقص الحديد بالدم، خسارة الدم، عامل الوراثي، وامراض مزمنة مثل أمراض الكلى اللي دورها تعدل الخلايا الحمراء بالدم. في عدة أنواع فقر دم: فقر دم بنقص الحديد، فقر دم بنقص الفيتامين بي 12 أو الفوليك أسيد، تلاسيميا أي فقر دم البحر الأبيض المتوسط. أهم العوارض: شحوب بالجلد والوجه، سرعة التنفس، خفقان بالقلب، احمرار باللسان، نقص بالطاقة والحيوية والخمول والتعب، وأحياناً منشوف تنميل بالأطراف واختلال بالتوازن بسبب نقص الفيتامين بي 12. العلاج بيكون بنوع الأكل الغني بالحديد أو بالفيتامين بي 12، إما بالدواء إن كان بالحبوب أو بالأبر، وأحياناً بنقل الدم. صحتكم مهمة، بس الأهم تحافظوا عليها. تروني بكرة مع تيب جديد. تشاو.